نعم، إنه طريق، أنا أسميته طريق السعادة، لأن الوصول إلى تلك المنطقة هي السعادة. السعادة طبعاً إحنا نخلقها لأنفسنا من خلال المكان والزمان والإنسان. أعلى قمة في هذا الجبل نصعدها بأدراج خشبية، ثم ننزل إلى أسفل الأرض، البحر يعني. هكذا هي الرحلات الاستكشافية اللي تمنحنا مزيد من المعرفة والاستكشافات. الطريق إلى المجهول أحياناً يتطلب منا أن نغامر، ولكن ليست تلك المغامرات. هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى أجمل منتجع في هذه الجزيرة، طريق من الأدراج بعلو شاسع مليء بالقردة، ولكنه جميل. هنا يكون الكلام لا قيمة له، لأن الصمت أبلغ بكثير من لغة الكلام. هنا الجمال حينما يتكلم لا ينطق اللسان. الله، هذه مدينة كراك في تايلاند، وهذا المطبخ السهل في هذه المدينة وفي هذه الجزيرة اللي تعتبر من أجمل الجزر الموجودة في تايلاند. كل شيء خيال في هذه المنطقة، ولكن الأجمل في هذا ذلك الدرج الخشبي اللي شفناه أو بنشوفه بعد قليل إن شاء الله. هذا الجمال جمال رباني، جمال الخالق حينما ينعم علينا بهذا الجمال. الله، شوف الحلاوة، شوف الجمال. نعم، إنها نعمة الخالق حينما ينعم علينا بالطبيعة والجمال. كل زاوية في هذه المنطقة تستحق أن نتوقف أمامها، ولكن نكتفي بهذا القدر البسيط من هذه الطبيعة الجذابة. هذه هي الفلل، فلل في وسط الجبال. نبحر قليلا في هذه الأمواج ثم نغادر المكان.